إيه، لأنه أنا اللي كتبت كتاب شجاعة الشباب، وإذا بدك بعطيك نسخة موقعة مني. ماشي. آخ استنى لساعدك. لا ما بدي، لا تزود، أنا منيح. شو زودها ما زودها، أنت شو عم تحكي؟ سعيد أنت رجعت من الموت، بتذكر شو نصحتك؟ قلت لك طلع من هالبلد، وقلت لك اترك كل شيء، بتتذكر مو؟ للمرة الثانية بترجاك تطلع من هالبلد قبل ما يصير لك شيء. شو هالحكي؟ ها؟ بدك اترك يلي عملوا فيني هيك؟ ما بدك ياني انتقم؟ أنت لساتك عم تحكي بالانتقام؟ بترجاك سعيد قيم فكرة هالانتقام من راسك بقى. لما انتقمت لأبوك ما خف وجعك ولا صار شيء، بالعكس زادوا أعدائك وكثرت مشاكلك. يا سعيد في شغلة أنت مالك منتبه عليها، أنت عم تضيع ومالك حاسس. أنت اللي معنك حاسس أخي، أنا يوم بعد يوم عم يكبر عقلي وتفكيري وعم بقوى أكتر، بقيلي شوي وبوصل للقمة ورح صير عندي حصانة تمام، وبعدين كل هدول الكلاب رح أبعتهم على مكان بعيد يا سيدي، وخلص وقتها ما رح يضل عندي لا انتقام ولا شيء. قدم منيح يا حضرة المحامي، هي صحيح ما قلت لي بعد ما تنجح رح نصير نقول لك حضرة وكيل النيابة إن شاء الله. ولما بتفوت على الغرفة لازم نوقف باستعداد ونضرب لك تحية، وعلى فرض غلطنا معك ناخد حكم 6 شهور ومناكل هوا. غلط معي مسامح. إذا بدك أنا بوصلك. لا لا، السيرفيس بيمرق من هون. رح أدعي لك أنا ورفيف. أي دعولي، أنتوا دعائكم مستجاب. انت لا تدعي لي لانه دعائك مو مستجاب. شو بدكم جبلكم من أنقرة؟ جبلنا معك اخبار حلوه ان شاء الله. عم تمزحي؟ لا رح كب المي يلا امشي. طيب ماشي يلا روح. انا رح روح خلص. تروح وترجع بالسلامه. يلا أنا كمان رايح. رفيفو رح حاول ما أتأخر كتير بالشغل. خاطرك لبنى. الله معك. سعيد بدي تكون بعد ساعة بالمزرعة. أهلا وسهلا سعيد. أهلين فيك يا حقيبك. اليوم بدي غديك غدا غير شكل. سلم إيديك. وإيديك عزو، جيب لي فجل يلا. إيه كيف صرت مبين؟ تحسنت شوية؟ وجع ما في شي تاني، بيروح مع الوقت، بس صعب كثير انسى المعاملة السيئة اللي عملوني إياها. أنا ما بستاهلها يا حقيبك. سعيد انت بتعرف انه نحن هيك بنشتغل وبيصير معنا كتير من هاي الحوادث، لهيك ما في داعي تكبرها. حقي بيك، انا في شي يوم من الايام عملت اي شي بخرب ثقتكم فيني؟ اسمع، عماد استغل فشل رجاله المسؤولين عن الامن لحتى يفش خلقه فيني ويهيني. لا عماد عمل اللي عليه، ما لازم تاخذها بشكل شخصي وما بيصير تحقد عليه. حقي بيك انا ما خلصت كلامي، بس خلص كلامي بعدين بتحكي. تعرفني وبتعرف أنا قديش بحب العدل وبكره الكلب مكيالين، مو لأنه أنت بس لأنه معك حق، وقفت بوش ابني وقلعته كرمالك. مزبوط، أنت بتعرف هالشي صح؟ ولهيك بدك توافق على الحكم يلي بدي أحكمه عليك وعليه. يلا طيب. خود شوف لي هاي كيف طعمتها. ليك عقاب عماد رح يكون كتعويض إلك، رح نعطيك إلك أعمال ضخمة كان مستلمة عماد ونسلمك إياها، أمار، ملاهي، إنشاءات، وكالات، وبدي منكم تنهوا العداوة اللي بيناتكم، وإلا
بطلعك برات اسطنبول انت وياه وباخد كل شي منكن. اعطيني الصحن من عندك. دق لي هالسيخ واعطيني رايك. مو طيب. تاني مرة اللي أنا بعملهم أحسن من هيك. كل الحق عليك يا عزو. عطيني الملح خليني حط على اللحمة. ما بتعرفوا تشتغلوا شي مثل الخلق. بهايم. يلا دوق وعطيني رأيك. حقي ليش طلبوا لسعيد؟ شو بيعرفني يا نادر؟ ليش سعيد عم يحكي لنا شي؟ بس يجي بدي أسأله وارتاح. شو صاير كمان؟ حقي عزمه لسعيد على الغدا. مشان شو عزمه؟ ما عرفتو؟ عزمني مشان يهددني. والأهم من هذا مشان ما حاسب عماد على اللي عمله فيني ورمالي عظمي كمان. عماد اللي عمل فيك هيك؟ ايه داليا، عماد السبب. لك حقي بيك كرمال سكر على القصة. أخذ من عماد كذا شغلة وعطاني إياهن إلي. وليش كل هاد؟ يعني ليش عم يراضيك؟ أخي صار لنا كام يوم مشغول بالنا وأنت لهلأ ما حكيت شي. فهمنا احكي لنا شو صار. يا سليم اتركنا من شو يلي صار واسمعوا منيح شو يلي رح يصير. أنا بدي حاسب عماد وبدي نصيحة لي بأمه ورح انتقم من هالكلب ورح خلي يندم على اليوم اللي خلق فيه. وأنتوا رح تساعدوني بهذا الشي ماشي؟ بتمنى ما يكون عندك مشكلة. شوفوا، اللي مو حابب يكون معي ينسحب. اتفقنا؟ بس انت قلت من شوي انه حقي بيك هددك، واذا عملنا شي رح يتهمونا ورح تعلق بيناتنا. والله اذا ما عرفوا انه نحن السبب ما رح يقدروا يعملوا شي. رح خلي هالكلب عبرة لكل واحد بيزيني. هدول ما عندهم ضمير. مو شايفيننا نسوان لوحدنا وما في عنا زلمة يحمل عنا؟ يعتبرونا ناس على باب الله. هاد البيت بيتنا نحنا. هون قضينا عمرنا. حتى أنا ولدتك على عتبة هالبيت. أنا كل حياتي وكل ذكريات شبابي وكل أيام زواجي بهالبيت. خلص أمي اهدي إلا ما نلاقي شي حل. نحن لازم ندور على بيته بسرعة. ولوين بدنا ننتقل هلأ يا هبة؟ وين في أرخص؟ قليلي. ايه بالزور كنا عم ندفع أجار هون. والله ما بقي معنا ولا حتى قرش. نحن صفينا على الحديدة يا بنتي. هدول مياس وسعيد الاثنين ما قصروا معنا، عملوا كل جهدهم واللي بيقدروا عليه وخسروكي شغلك ورزقتنا كلها. برافو عليهم، برافو. شغلة كيفهم؟ لأنه اسمعي بنتي، نحن مالنا أغنية لحتى نفكر بقصص الحب وهالشغلات. نحن مو فاضيين للرومانسية، عنا قصص ومشاكل أهم من هالشي. يمكن بكرة يجي صاحب هالبيت ويطالبنا نضب أغراضنا ونطلع بسرعة. شو بدنا نعمل ساعتها؟ شو بدنا نعمل؟ بنتي اسمعي، لقلك شو رأيك هلأ تتصلي بمديرة أعمالك وتشرحي لها شو وضعنا؟